جني ربع سنين ونص وخلاو لي 9885 ريال، ما عطاونيش الكونطرا ديالي، بريتو بقيت خدام السيرفيس. ملي خرج لي طبيب ايناب، ما ساوليش التقاعد ديالي، ما عطاوني 60% ديال العز. الزمانه صافي، ما عمرها ما تزادت. ملي كان المرحوم الحسن الثاني هادشي في 85 وخرجت في 90 وخرجوني ديال لا ميت والو، يلا الراميد ها هو تيدوك سير صايب الراميد، المؤسسة الكبيرة تيدوك سير صايب الراميد. واش أنا مرت في الدولة، تعطبت في الدولة وضيعوني، ما عطاوني لا سورانس لا والو، تعطبت هذيك الماكينة ديال الجيني تطحن الحجر كون كاسور، وخرج لي الطبيب عطاني 60% ديال العز. وهاديك الزمانة ما دايرة ليا والو، هاديك المعاش والو، تنطلب سيدنا الله ينصرو، الله يرحم مرحوم محمد الخامس والحسن الثاني، والله يخلي لنا محمد السادس، الله ينصرو الله يشافيه، يساوي لنا الوضعية ديالنا. وراه دير ماشي ديال الكراب والو، ما عندي لا دار لا والو، ما عندي لا سكن لا والو، ما نقدرش على الخدمة، حتى الخدمة ما تنقدرش عليها. دخلت في 85 وخرجت في 90، خرجوني 60%، خلاو لي 9885 ريال. ما هي ديال الكرا، ما هي ديال المعيشه، ما هي ديال الدواء. الدواء عندي زباله ديال الفلوس هنايا، كاينه تدير 10000 قل 2 دراهم ديال الهشاشه. عندي المرض بهجت، وعندي كره ديال الولسيس، عندي فيبرو. هذاك المرض القديم هو اللي دار لي هذاك الشيء. ملي مشيت للماريفي كنت ناعس البلومو، كرجع لي المرض المره الثانيه، قالوا لي خصك ترجع للمرض الثالثه باش عاد نعطيوك موديل 370 باش عاد نفتحوا لك الدوسي الريفورم باش يديروك 30000 ريال، تيرجع لك تيجيبوك ميت جلد على العظم. ودابا راه باقي مريض تنشرب الدواء. لقيت واحد لاجودانه تما دات لي لا ما نعطيكش موديل 370، ما تشوفش الكورونير عابد اللي ولا بلاص الجنرال العلوي الطاهر، راه خرج التقاعد هو اللي عطاني 60%. قال لي دات لي هذيك لاجودانه شافها، ومشاو مع المصالح الاجتماعيه ما بغاوش يعطوني موديل 370، وصيفطاتني مدام التازي ديال السويسي عماره الدجاج. نعشت 8 شهور باقي من فوق، راه من فوق بالدواء. 18 الغرزه ها هي بلاتي. خليك معايا صوره هي الاخرى كملينا. ها؟ باقي متبع في السويسي وتمشي للماريفي، دوزوا لي على العينين، داروا لي لازر على الشبكات، كانوا عينيا يتسدوا. عتقوني في السويسي بنو سينا، سوداو لي الشبكات باش عينيا ما يتشدوش. عندي المرض سميتو بهجت، عندي كره ديال الورسيس، عندي فيبرو، عندي العروقات الصدر مبوشين. وفاش بان عليك هذا المرض اول مره؟ هذا بان عليا في 2000، نعسوا فتحوا لي في الماريفي وخرجت، رجعت عاوتاني صيفطوني للسويسي، نعس شي 8 شهور في السويسي وبقيت تنعاني تما. انا دابا خويا هرسني، انا مشيت للمحكمه هادي شي 3 ايام، ما بغاوش ديت لهم شهاده طبيه واعتقلوه وهادي وهادي، وطلقوه في الاخر طلقوه. شكون اللي هرسك؟ هرسني خويا، كان مقرقب وسكران في الوراثه. ودابا راه نمشي لدار العزازه، نمشي للخيريه ولا شوف نمشي. عندك شي وليد؟ ما عندي لا ولاد لا والو، ما مجوش لا والو، في عمري 56 عام، ما عمري ما تزوج. شنو الصعوبات اللي كتواجه دابا؟ الصعوبات يعطونا غير باش نعيشوا، باش ولا ميت والو، ويعطونا شي سكن، يعطونا شي سكن. انا طلبت لهم هي دريمه، ما بغاوش، وافقات لي الاميره الله يخليها علينا الاميره لالا مريم، في الاخر تلاعبوا عليا على لما نعطاوها، ما بغاوش يعطوها. مشيت عند عامل قال لي 3 المليون وما عرف 4، طلب لي واحد الشفار تما، خرج عندي قال لي تعطيني 4 ولا ما عرف 3، هذيك الوقيته قال لي باش نخرجوها لك. وصدق ما خرجوها ليش، انا ما عندي ثمن ناكل، ما عندي باش نشري تا الدواء، وعندي مرض مزمن في الخدمه. كنا ما كاين لا ماكله لا والو، الماكله عيانه والبرد تما، وما كاين لا ماكله، ما تعطونا لا حليب لا والو، على هذيك الغبره في الماكينه ديال الجيني اللي تطحن كون كاسور، ما تعطونا لا حليب لا والو. اتاي دايرك بحال ليسانس حمر، ما كاين لا ماكله لا والو، والعصا والعصا. كيفاش ولات الصحه ديالك دابا؟ ها مريضه، ديما مريضه. انا نتعرك نوريك الصحه ديالي بالله. صحتي مريضه، ديما تيتعداو علينا العصا اللي لا في الكاشاوي في الكاريطه ونهار في الكرفي. فين كان؟ تيدونا كنت انا في مكناس 5 3 ديال الجيني.
في الاخر لاحوني مع الباب. شحال دوزتي معاهم؟ دوزت معاهم 4 سنين ونص. حسبوا لي 4 سنين. تعطوني 9885 ريال. ما والو، ما تدي لي والو، ما تتقدني حتى في الدواء. باش نعيش وباش هادي، راه تنطلب في الجوامع، تنطلب راه عارفني الماجور، عارفني المؤسسة كاملة اللي تحولت لهاد الجيج، اللي تحولوا في حي الرياض، تحولوا جهة المعرفية، ما تيديروا معايا والو يلا عطوني هذيك 30,000 ريال ديال الحولي. 30,000 ريال ديال الحولي تيعطيوها لي ملي تيقرب العيد تيعيطوا عليا في التليفون. وما تيديروا معايا تيعطوني هذيك 3 شهور في العام ديال الدواء. حيت الدواء عندي غالي. قال لي ما عندنا ما نديرو ليك هذيك الماجور. قال لي ما عندنا ما نديرو لك اولدي، انت ما خدمتيش بزاف وغادي انا فين مرت، مرت في الوطن. علاش ما يديروليش لا ميت والو، ويساويو لي الوضعيه ديالي؟ مالي انا وليت قنيه ولا فلوس؟ هاد 9000 ريال ديالاش؟ غنمشي ننتحر، راه شربت كينه الطوبه وعتقوني في السويس، يغسلوا لي المعده ويغسلوا لي المسار. ورد بيلا تنقلب على ليسانس باش نشعل العافيه في راسي، باش يشوفوني هاد، باش نولي رماد هنايا حداهم. راه ما عايش والو انا. غنشعل في راسي العافيه دابا، جيب لي ليسانس دابا بريك، غنشعل في راسي العافيه. غنمشي نتعرض للتران، عتقوني الناس، جروني ما خلاونيش، تلاحيت في البحر. تلاحيت في البحر، شبعت ما وداوني للسبيطار، وصلتني بيا العظم. راه بقى لي انتحار، ما كاين لا عائله لا والو. العائله لاباس عليها واحد رقبطان في الصحراء، لاباس عليا العائله ديالهم، والله ما يعرفوا حتى بدرهم. شنو رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره تنوجد لسيدنا، الله ينصره والله يشافيه، الله يخليه لينا، يساوي لينا الوضعيه ديالنا ديال هذه الزمانه هذه. وديرنا لا ميت والو، جبدوا لنا على 60% ديال التقاعد، يديروا لنا التقاعد على 60%، عاودوني في اللجنه. مشي كاع المريفي، ما مشيش السويسي، عندي الشواهد تيرسوا الحجر ديال السويسي. راه مادام تازي عارفيني، عارفيني السويسي كامل، قال لي مضيعين، علاش الجي علاش ما يداويوكش هما؟ هما تمشي عندهم تيروحوا لي هذه البطاقه هذه هاي في الكيشي. جاو الجدارميه لقاوني نشعل العافيه في راسي. ها هي دوروا معايا الجدارميه، عطاوني شي بركه. قال لي انت عسكري ما خصك كاع تصايب الراميد، خصهم يساووا لا ميت والو، ويخلوك 1500 درهم ويعطيوك واحد السكن. ما تبقاش مدابز مع الوالد ديما مفرشخ. دابا انا عندي ربي جوج تهريزات، انت تضربني وضع حرام مقرقب. ها انا دابا فين الناس؟ نمشي للقهوه نعس فيها، عندي حوايجي في القهوه، تنعس في الكواش تما، ما كاري تابيت باش تكري البيت. هذيك 9000 ريال هي اللي تنمشي بها على حسب خبزه وكارطونات الحليب وصافي. شنو؟ اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.